والآن أعطي الكلمة إلى معالي الأخ العزيز الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، فليتفضل مشكورا، وإن شاء الله سيكون لي تقديم في نهاية محاضرته على خلاف ما هو مسطر في البرنامج الذي بين أيديكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. معالي الأخ الكبير فضيلة المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أصحاب السماحة، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، إنه لشرف عظيم أن أحضر التئام هذا الجمع المبارك الذي يروم التعريف بهذه الموسوعة، والتي تتغيى أن تكون أداة عمل بين أيدي المشتبكين والمشتبكات مع هذه الظاهرة المؤرقة، ظاهرة التطرف العنيف والتي تضرب عالمنا. هذه الظاهرة يمكن أن نجوهرها وأن نحوصلها في كونها سردية مارقة منحرفة للدين ولغايات وأهداف الدين، في مقابل سردية بالألف واللام ناراتيف التي هي في كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدين. كيف يمكن أن نجلي الفروق التي بين هذه السرديات المدعية المارقة وبين السردية التي وقعها عن الله مبعوثه بالحق رحمة للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من هنا فإن البدء بالكلام عن هذه السرديات وعن طرائقها القدد لن يجدي، كما أن تتبع الفيارس المختلفة والتجليات البكتيرولوجية والميكروبية المختلفة في عالم الشفاء للأدواء لا يجدي إن تم الاقتصار عليه، هو مهم ولكنه ليس الأهم. لابد من الغوص للتأسيس لجهاز مناعة يكون ممنعا لهؤلاء الأفراد والأعضاء لهذه الأسرة البشرية الممتدة دون اختراق هذه السرديات كيفما كانت وحيثما بانت أو تعينت. هذه هي النظرية الأصل التي تم الانطلاق منها اتفاقا مع منظمة الإيسيسكو لزبر وتحرير هذه الأداة العملية. قاعدة أساس وجوهر تم الانطلاق منها، وهي أن الدين بناء، بدليل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدارسون والدارسات للقرآن المجيد يعلمون أن كلمة الإقامة هي البناء، تعني البناء. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي فبناه. بني الإسلام على خمس: لتنقضن عرى، أي أجرات هذا الدين عروة عروة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تفيد أن هذا الدين بناء، أي هندسة. والهندسة لها أسسها، وهي التي بيّنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلاء متحا من مشكات القرآن المجيد. الذي
لا يعرف الهندسة الكلية للدين لا يمكن أن يمتلك الحس النقدي الذي به يستبين هذه السرديات الدخيلة والمارقة. فما هي هندسة الدين كما أسلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هي بتركيز شديد أمور لا تخرج عن 12 معلمة أو 12 محورا. أولها مقصد المقاصد من الدين، وهذه ليست خصوصية في الدين الإسلامي، وإنما الدين كله كما تكرم به المتفضل به على العالمين، وهي الإسعاد للبشر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتسعد، الذين سعدوا والذين شقوا. فالسعادة في الدارين هي الأصل الركين والمقصد الجوهري لبعثة الرسل بالحق والهدى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مفهوم مخالف، بل لتسعد. ومن هنا فقد انتبه جملة من العلماء لهذا المقصد: كيمياء السعادة، مفتاح دار السعادة، السعادة الأبدية في قيل موقت المراكشي، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، وغير هذا من الكتب التي هي بالعشرات بفضل الله تعالى، والتي تثبت هذا المقصد باعتباره الهدف الأساس أو قبة البناء الكلي. ثم عندنا التوحيد باعتباره القاعدة الصلبة، والتوحيد في القرآن المجيد بمختلف تجلياته: توحيد الخالق، توحيد الخليقة، توحيد الأسرة الممتدة، توحيد هذا المركب الصغير، هذا الكويكب الأزرق الذي هو الأرض، والذي علينا مسؤولية رعايته وعدم إظهار الفساد فيه، إلى غير ذلك. ثم عندنا الاتصال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الاتصال مع كل هذه الكائنات، والاتصال فيما بيننا حتى نكون كالبنيان المرصوص كما في كتاب الله وكما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي ما يقتضيه من الكسب التربوي وكسب التنشئة، لأن البشر هم كالنهر الجاري الذي يندهق من عين الخليقة، لكن إذا أردنا أن تبقى معالم هذا الجينوم المشترك حاضرة لابد من المواكبة بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة بالتنشئة، إلى درجة أنه يمكن الحديث عن التأهيل الوالدي قبل أن نتكلم عن أي تمنيع، لأن المجتمع مكون أصلا من وحدة الأسرة ثم ما ينجم عنها. بعد ذلك عندنا التزكية، وهي القدرة على قول نعم للأمور الطيبة ولا للأمور الشينة. ثم عندنا بعد ذلك الإبصار، فالفرقان، فالميزان، فالعمران، فالإحسان، فالعمل، فالرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وهذا كله يتفاعل بعضوية في القرآن المجيد وفي السنة النبوية المباركة كما جلته السيرة العطرة. هندسة هي إذن لا بد من أن تتم أضرب الاشتغال عليها من قبل كل الهيئات والبنى التي ينبغي أن تقوم بذلك. لماذا هذه الشراكة بين الرابطة المحمدية للعلماء ومنظمة الإسيسكو التي هي منظمة التربية والثقافة والعلوم والتي تمس عالمنا الإسلامي كله؟ لأنه قد تم الوقوف بعد كل التشخيصات التي تمت لهذه الظاهرة برفد وبتوجيه من مولانا أمير المؤمنين أدام الله عز وتأييده، أن هذه الظاهرة مركبة، وأنها ليست فقط عبارة عن جملة من المقولات التي ينبغي الرد عليها بتأصيلات معينة. عندنا صقور جيوستراتيجيون يحومون
يبحثون عن فرص من أجل اقتناصها، من أجل وجدان الذين يمكن أن يكونوا بؤرا لاشتراء أو لقبول ما يتقادم من الأسلحة بعد أن اخترعت أسلحة جديدة. بالمناسبة هذا تنفق عليه 17 تريليون دولار في السنة. هؤلاء أيضا يبحثون عن ممرات لتهريبات معينة، سواء كانت تهريبات أعضاء أو تهريبات مخدرات أو تهريبات أسلحة أو تهريبات آثار أنتيكية أثرية، وتهريب لكل ما يمكن أن يهرب من المقدرات وحتى السلع التي تكون في منجات عن الأمور الجمركية وتبييضات الأموال إلى غير ذلك. ومن هنا المركز الذي تم برعاية مولانا أمير المؤمنين رضى الله بشراكة مع الأمم المتحدة مؤخرا بهذا الصدد، ولا سيما في هذه القارة المباركة، القارة الإفريقية. فإذن الأمر ليس فقط عبارة عن مقولات يرد عنها وعليها بمقولات. إذن عندنا هذا المكون، عندنا مكون المطلقين لمثل هذه الأمور. لا بد أن نعرف ما هي الرؤى التي يكنونها، وهذا سوف يكون إن شاء الله موضع القسم الثاني من هذه الموسوعة، وسنتكلم عنها ببعض التفصيل بإذن الله تعالى. ثم عندنا ذو النوايا الحسنة الذين يستقطبون في ظهور عن هذه الأجندات، والتي ترعى تحقيق هذه الممرات والتي تمر عبرها التريليونات من الدولارات. إذا ليس عندنا الحق أن نكون من الذين يذهلون عن هذه المكونات ونحن نشتبك مع هذه الظاهرة، أو ونحن ندبج موسوعة سوف تعنى بتناول هذه الظاهرة، وإلا فإنها ستعبر بشكل سريع كنجم مرق في فلات ثم يكون لها أثر على أرض الواقع. ثم هؤلاء الذين يأتون بنية حسنة ليسوا سوى أمور تمرر وأشخاص تمرر عبر هذه الأجندات. ثم عندنا الحطب الذي هو حطب تمكين هذا القطار الدموي من أن يستمر في السير وفي حصد الأرواح. فإذا لابد من الفرش التمثلي لهذه الظاهرة باعتبارها عضوية، ومن ثم فإن هذه الشراكة تروم أن تحترم هذه العضوية وأن توفر أدوات عمل وحقائب عمل تمكن من الاشتباك القابل للتنمية وللجويد مع هذه الظاهرة من مختلف مداخله، فهي عند هذا التوق لأن تكون أداة عمل وظيفية يتم تقاسمها، وسوف إن شاء الله تتم ترجمتها إلى لغات مختلفة. القسم الأول إذن كان عبارة عن المدخل لهذه الظاهرة من خلال المفاهيم الكبرى المؤسسة له. القسم الثاني وسوف يكون إن شاء الله في مجلدين كبيرين هو قسم تملك وتمليك أدوات التفكيك لهذا الخطاب، انطلاقا من الوقوف على السردية بالألف واللام، ثم بعد ذلك السرديات المارقة، ثم كيف يمكن أن نفكك، وذلك من مداخل أربعة متكاملة. المدخل الأول هو الأحلام التي تؤطر هذه السرديات المارقة. ما هي هذه الأحلام؟ عموما هي أحلام خمسة. عندنا حلم الوحدة، عندنا حلم الكرامة، عندنا حلم الصفاء، عندنا حلم الخلاص، وعندنا حلم التحكم في سيرورة الأمور عن طريق بعض المقاربات الثنائية من حل وحرمة وخطأ وصواب وحق وباطل وصلاح وفساد وغير ذلك من الأمور التي تبسط الأمور وتعطي وهم التملك والسيطرة على هذا الكون، والمؤمنون والكافرون والدولة الإسلامية وأعداؤها إلى غير ذلك من الأمور التي هي ثنائيات قد تكون في غاية الجاذبية. إذن عندنا أولا الوحدة، ثانيا الصفاء،
ثالثا الكرامة، رابعا السيطرة والتحكم في الأمور، ثم الخلاص، أن هذه نهاية الزمان ولا بد أن ننجو بأنفسنا. هذه سفينة نوح، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. النبرات تختلف باختلاف التمظهرات، حين تستمع للقاعدة ليس كما لو استمعت للنصرة، حين تستمع لبوكو حرام ليس كما لو استمعت للموقعون بالدم أو للشباب أو لداعش. تمظهرات مختلفة، لكن هذه الأحلام الخمسة هي أحلام مشتركة يتم التعبير عنها بطريقة مختلفة. ثانيا عندنا الجراحات، لن أطيل عشر جراحات. ثم ثالثا عندنا الأدلة الشرعية، ثم رابعا عندنا التمظهرات، وهذا كله سوف يكون موجودا إن شاء الله في القسم الثاني. ثم عندنا خامسا الرؤية المؤطرة التي تكون بمثابة المرجعية وتكون بمثابة التمثل الذي يمكننا من موقعة هذه الأمور الطارئة من سرديات مختلفة. فإذا القسم الثاني وسوف يكون من مجلدين سوف يلامس كل هذه الأمور، وسوف يحاول أن يضع بطريقة تقترب وليس مدرسية تماما، من أن تكون مدرسية سلاتش جامعية فيها تملك لأنزيمات تفكيك لهذه المقولات، حتى نتمكن من تنزيلاتها أخذا بعين الاعتبار لمختلف السياقات. التمظهر الذي يكون عليه الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل ليس هو التمظهر الذي يكون عليه في جنوب شرق آسيا، وليس هو الذي يكون عليه في بروكسل، وليس هو الذي يكون عليه في الدول المختلفة وفي البقاع المختلفة. فالتسييق ومكون السياق هو مكون مركزي لا بد من أن تتم اعتباراته من أجل الإعمال لهذه المناهج التفكيكية. فإذن القسم الثاني سوف يكون عبارة عن أدوات تفكيك تتملك من خلال مواكبتها بكل الدورات التي سوف يتم عقدها مع كل إن شاء الله من يرغب في ذلك من الدول الأعضاء وغيرها. القسم الثالث من الموسوعة هو قسم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المصفوفة الراهنة. نحن في زمن مفصلي أيها السادة، هذا الزمن فيه صراع غريب غير مسبوق بين العالم الواقعي وبين العالم الرقمي، إلى درجة أن هذا البعد الجثماني لجيلي زاد وألفا أصبح مجرد مكون ثانوي، والمكون الأصلي بالنسبة لكثير من بناتنا وأبنائنا هو الأفاتار الموجود في البعد الرقمي، إلى درجة أن هذا البعد الفيزيولوجي سوف يكون مجرد جذر منغرس في أرض هذا البعد الذي يسمى العالم الواقعي The Real World، وتتم تغذيته عن طريق الدرونات التي بدأت الآن تتحرك من أجل إيصال كل البوتاسيومات وكل العناصر المتصلة بالتغذية لكي تبقى هذه الجذور حية ولكي يبقى الأفاتار مستمرا في نشاط. أكثر من هذا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هناك إمكان أن تبقى الحياة مستمرة إذا تم النجح حتى بعد أن ينتهي هذا البعد الفيزيولوجي. يمكن أن تبقى شخصية الإنسان التي كانت مجرد أفاتار موجودة حية. تصوروا معي مدى الجاذبية التي تمارسها هذه الأضرب من النشاط على الكيان العصبي لناشئتنا وعلى الكيان التمثلي لناشئتنا. فالوجود بدأ يهاجر نحو البعد الرقمي. إذا لم نكن موجودين رقميا من أجل بناتنا وأبنائنا، عن أي تمنيع نتكلم؟ عن أي مكافحة للفكر المتطرف أو الإرهاب؟ من المؤشرات الخطيرة لهذه القضية وعنها أن البعد المسجدي الذي هو الأصل
في البنية الحضارية الإسلامية أصبح لا يشهد في كثير من الدول في الأيام العادية أزيد دول إسلامية أزيد من 1.5% من ساكنة هذه الدول، بمعنى أن 98.5% خارج تغطية من خلال هذه المنصة المباركة الميمونة التي هي المسجد. كيف نصل إلى هذه 98.5%؟ بأي خطاب؟ ما هي الاهتمامات؟ وهؤلاء قد تجد هؤلاء الذين لا يأتون قد تجد مؤمنات مؤمنين بعنفوان، ولكنهم ليسوا موجودين حيث عهدناهم موجودين وموجودات، بمعنى أنه إذا لم يتم العكوف على تأهيل دولنا لكي يكون الخبراء والخبيرات والمربون والمربيات موجودين في هذا البعد الرقمي، فإن المعركة خاسرة مسبقة، خصوصا وأن هؤلاء الذين يشرفون على ترويج للفكر المتطرف موجودون بقوة في مواقع الأطفال، في مواقع الموضة، في مواقع الرياضة، موجودون بشكل قوي وببراعة، والليث موتيفز والألوان والبعد الصوتي والخيط الناظم لكل كبسولاتهم والموسيقى وأضرب إعمال الصوت والأنشودة، كل ذلك موجود بقوة، وعندهم مؤثرون ومؤثرات، وعندهم تثقيف بالنظير، وكل هذه الأمور التي يعني بالنسبة للكثيرين منها منا يظنون أنها أفونغارد. كيف يمكن أن نبني القدرات لكي يكون عندنا مؤثرات ومؤثرون قادرات وقادرين على الاشتباك مع هذه الأفكار المارقة المدمرة في هذا البعد؟ كيف يمكن أن نواكب للحفاظ على التوازن حتى لا يكون الميل ميلة واحدة إلى الاتجاه الرقمي، خصوصا وأن الجامعات هاجرت إلى البعد الرقمي، الندوات هاجرت إلى البعد الرقمي، والآن في هذا الزمن الحي عندنا كثير من المتابعات والمتابعين على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التويتر الآن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه الآن. فإذا القسم الثالث من هذه الموسوعة سوف يعكف على إنشاء الأسس التي سوف تبنى عليها الحقائب مكيفة مع السياقات المختلفة، وسوف يكون هذا عمل ثنائي بمواكبة منظمة الإيسيسكو المباركة وطبعا بمواكبة الرابطة المحمدية للعلماء وكل الشركاء بعون الله تعالى، حتى يتم وضع الأسس التي بناء وانطلاقا منها سوف تنبثق هذه التكوينات لتكوين المؤثرات والمؤثرين وللدخول إلى البعد المدرسي، حيث لن يمنع الهاتف المحمول بل سوف يشترى لمن ليس له هاتف محمول. وهذه تجربة بفضل الله تعالى قد بدأنا في المملكة المغربية مع وزارة التربية الوطنية منذ 3 سنوات عبر شراكة بين الرابطة المحمدية للعلماء ووزارة التربية الوطنية. هذه الأبعاد تستجد فيها المعطيات، لا أقول كل يوم، لا أقول كل ساعة، لا أقول كل ثانية، بل معشار أو أقل الثانية. هناك قوة اقتراحية جارفة تنظمها ألغوريتمات في غاية الدقة، وخبراء وتطبيقات عندهم الكفاية لحصد the harvesting and the harnessing لكل القوى الاقتراحية الموجودة من أجل أن تكون خطوات بين الرائد والمرود، بين القائد والمقود. لسنا ندري إلى حد الآن كيف تمكن المشرفون على مواقع الإرهاب والتطرف من الاختراق نحو هذه الأبعاد، بأي رفد يعملون، بأي نصح ينتصحون، بأي مكون ينتفعون، حتى استطاعوا أن يشكلوا هذا التهديد الآن والذي فيه هذه الإطلاقات للسرديات عن طريق ألعاب، عن طريق محطات، عن طريق برامج، عن طريق تطبيقات، عن طريق مقولات، عن طريق كتب تنشر
يعني لا بد من أن نزاحم بالذكاء لنفضل كما قال عالم الأندلس أو القاسم ابن فرو الشاطبي رحمه الله، فزاحم بالذكاء لتفضل. القسم الثالث من الموسوعة سوف يكون أضخمها، لأنه فيه الفرش النظري، ثم بعد ذلك إن شاء الله ستكون الأصول، أصول الحقائب وليس الحقائب النهائية، والتي سوف يتم تكييفها بشراكة مع خبراء وخبيرات إخواننا وأخواتنا في الدول الأعضاء التي سوف تروم إعمال هذه الدلائل. في مقدمة هذه الدلائل دليل تكوين المؤثرين والمؤثرات، والذي بفضل الله تعالى قد قطعنا فيه في إطار هذه الشراكة أشواطا في غاية الأهمية، ثم دليل تكوين النظراء لنظرائهم، هذا أيضا مع أخذ كل هذه الثمرات التي في المصفوفة الرقمية الراهنة بعين الاعتبار. هذا لن يكون انتهاء من الموسوعة، المواكبة التي سوف تأتي بعد إنجاز كل هذه الأقسام بعون الله تعالى سوف تكون هي الجزء الأهم، بمعنى أن الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء لن يتنفس الصعداء، لن يكون لهم الحق في التثاؤب ولا في الراحة بعد هذه المرحلة. طبعا هاتان مؤسستان نابضتان سوف تتكاملان مع كل المؤسسات التي تستغل في هذه المجالات المباركة، بل هناك طلب ملح من قبل المؤسستين يوجه إلى كافة المؤسسات لكي نتعاون، لأن هذه القضية ليست قضية مؤسستين أو بلد، وإنما قضية سكان هذا الكويكب الأزرق الصغير المعلق في أشعة الشمس. لن نستغني عن كل المقاربات النقدية، لذلك فمن المكونات الأساسية لإنجاز هذه الموسوعة هو التماس بإلحاف للنقد البناء من قبل كل المعنيات والمعنيين، لكي يكون النقش التجويدي لهذا الذي ينجز، ولن يكون منجزا مغلقا. It's not a fixed mindset, it's a growth mindset. يعني هناك نوع من الانفتاح حتى يتم التكامل. أختم بقولي شفعا على ما ذكرته من استعمال الألغوريتمات، أن ثمة قضايا تحتاج يعني إلى 70,000 سنة من البحث إذا أراد شخص واحد أن ينجزها، إشكالات يعني متكلسة ومتراكمة كما تتكلس طبقات الجيولوجيا، ولم يتم العكوف عليها بما يتطلب من التفكيك إلى حد الآن. تم التنبيه إليها والحمد لله، ولذلك نحن اليوم قادرون على أن نعرف بوجودها، لكن ثمة قضايا تحتاج إلى 70,000 سنة بحث. مثال عندنا فقط الموجود، من أجل أن نبلور هذه السردية التي هي السردية للدين وليس السرديات المارقة، عندنا 18 العلم، وعندنا الكتب الكبرى المؤسسة في إطارات هذه 18 علما، بمعنى أننا نتكلم عن حوالي 40,000 كتاب كبرى. هذه 40,000 كتاب الكبرى، لأن هناك 30,000 زائد 10,000 كتب مكملة فيها الأبعاد التكميلية، إذا أردنا أن نقرأها ما يعني لا يقل عن 70,000 سنة من البحث. تصوروا معي أنه 70,000 باحث وباحث عكفوا على هذا وأعطونا 100 صفحة للواحد أو الواحدة، تنتكلموا على 70 مليون، 7 ملايين ديال الصفحات، 7 ملايين صفحة، من سوف يقرأ 7 ملايين صفحة؟ لذلك كان لابد من هذه المقاربة الألغوريتمية، بحيث تكون عندنا شبكات بمداخل تدخل إلى هذه المعلومات حتى تكون عندنا رؤية، ونحن لا نعيد اختراع العجلة. الورلد إيكونوميك فورم يشتغل بهذه الطريقة، مؤسسة ويف تشتغل بهذه الطريقة، الماكنزي تشتغل بهذه الطريقة، فنحن لن نخترع العجلة، وإنما هي الآن أعراف قائمة، وعندنا من الذكاء الاصطناعي الـ AI Artificial Intelligence ما يمكننا من ذلك،
والحمد لله المنظمة تتيح هذه المعانقة للناعوس، أي لقمة ما يتم إنجازه في هذه الأبعاد العلمية من خلال تسميتها والعلوم أيضا. فنحن مطمئنون بأننا إن شاء الله سوف نمكن من تشريك مع كل الإطارات الجامعية والبحثية التي في عالمنا الإسلامي وفي عالمنا أجمع، نحن يعني عائلة ممتدة واحدة من أجل أن يتم التناول والعكوف لهذه القضايا جميعها بما يضمن النجاعة اللازمة لكل ذلك. إذن هي رحلة نحن يعني نسعد بأن نكون مواكبين بربع من أمثالكم من الحضور الكريم لكي نطلق هذه الدينامية المباركة، والتي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للوفاء بما تم الالتزام به والاطلاع به من مسؤوليات بهذا الخصوص، غير مستغنين عن النصح وعن الرفد وعن التوجيه، وأيضا بما أن البعد الروحي له أهميته، وعن الدعاء. أشكركم على حسن تتبعكم.